أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها المتابعون أيتها المتابعات الكريمات، أيها المتابعون الكرام، أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل لنموذج للاختبار الأول في اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط مع الحلية المكتوبة إن شاء الله تعالى. كنا قد رفعنا نماذج أخرى من الاختبارات بالنسبة للسنوات الأربع للمتوسطة. إذا مع هذا النص، إن من أخطر الأمور على أخلاق الفتى أو الفتاة أن يذهب أحدهما مرتين أو ثلاثة في الأسبوع إلى مقهى الإنترنت ثم لا يقرأ كتابا واحدا كل 3 أشهر، لكن الجيل الذي ينشأ هذه المنشأة يهدد بلاده بالانحلال. الإنترنت تسلية وليست ثقافة ما عدا القليل منه، والشباب أيا كان اتجاهه في الحياة بحاجة إلى الثقافة، سواء أكان عاملا بيده أم عاملا بفكره، سواء أكان مدرسا أو مهندسا أو محاميا أو طبيبا أو موظفا، فإن الثقافة هي التي تعرفه بمناطق جديدة ينهل الذهن منها غذاءه كما ينهل النحل من الورد رحيقه. إن الكتاب الجيد أفضل 1000 مرة من موقع من المواقع مهما كانت تسميتها. أليس فيها ناحية من الإغراء والابتذال الذي لا يتفق وحشمتنا الإنسانية وحياءنا الفطري؟ إن المال الذي ينفقه رواد مقاهي النت إذا وضع في كتاب سيظل مدخرا طول الحياة، لأن الكتاب الجيد يظل طول العمر كالقلب الطيب منبع خير. إذن هذا هو النص، نص جميل يتماشى واقع الناس. ننطلق مباشرة إلى الأسئلة ومعها الحل المكتوب. إذا السؤال الأول يقول: بالنسبة للبناء الفكري إلى ما يدعو الكاتب في النص؟ إذن يدعو الكاتب الشباب إلى الاهتمام بالكتب والتثقف منها عوضا عن مواقع الانترنت. إذا هذا هو الذي يدعو إليه الكاتب كما هو واضح في النص. السؤال الثاني: هات الفكرة العامة. إذا الفكرة العامة للنص يمكن أن تكون هكذا: دعوة الكاتب الشباب إلى الإقبال على مطالعة الكتب وادخار الأموال فيها عوضا عن إنفاقها في مقاهي الانترنت. اشرح الكلمات التالية ثم وظفها في جمل من إنشائك. الكلمات الثلاث وهي: ينهل، يبدد، ومنبع. ينهل اشرحها، أو أصلها يشرب، تقول نهل بمعنى شرب، وهنا معناها استقى أي أو أخذ، أي أخذ العلم، نهل العلم أو أخذ العلم. وظفها في جملة فأقول: ينهل التلاميذ من علم أستاذهم. يبدد بمعنى يبذر، الجملة لا تبدد مالك فيما لا ينفع. منبع بمعنى مصدر، ومنه منبع الماء أي مصدره. التوظيف: المطالعة منبع الثقافة. انتقل إلى التذوق النص. سؤال أول: استخرج من العبارة الأخيرة تشبيها وحدد أركانه. التشبيه الموجود في العبارة وفي الفقرة الأخيرة وقول الكاتب: ينهل الذهن منها غذاءه كما ينهل من الورد رحيقه. إذن لا شك أنك عرفت أن الكاتب شبه أخذ العقل العلم من الكتب بأخذ أو بنهر النحل الرحيق من الأزهار. إذن المشبه وهو العقل، والمشبه به وهو النحل، والأداة هي الكاف، ووجه الشبه هو النهل والأخذ. النحل يأخذ الرحيق، والذهن يأخذ العلم والثقافة. ننتقل إلى السؤال الآخر وهو: أتعلم قواعد لغتي أو البناء اللغوي كما يسمى. السؤال يقول: اجعل الفعل المضارع ينفع مبنيا على السكون مرة وعلى الفتح مرة أخرى. إذا بالنسبة للفعل المبني على السكون نضيف له فقط نون النسوة أو نون الإناث كما تسمى، فيتحول الفعل ويصبح ينفعنا. إذا تلاحظون أن فعل المضارع أصبح مبنيا على السكون الظاهرة فوق العين، وذلك بسبب اتصاله بنون النسوة.
بالنسبة للفعل المضارع المبني على الفتح نضيف له نون التوكيد، يصبح الفعل هكذا لا ينفع. إذا تلاحظون أنه مبني على الفتح، وذلك بسبب اتصاله بنون التوكيد. السؤال الآخر يقول: اعرب ما تحته خط في النص. إذا سوف نعرب الكلمات في النص ثم نعود إليها مكتوبة. إذا يقول الفتى، نقرأ ما قبله: إن من أخطر الأمور على أخلاق الفتى. إذا على حرف جر أخلاقي اسم مجرور على وعلى مجلسة الظهر على آخره، وهو مضاف والفتى مضاف إليه. كيف عرفنا أنها مضاف إليه؟ لأنها معرفة سبق اسم معرف سبق باسم نكرة. إذا الفتى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. الكلمة الثانية وهي لكن الجيل. إذا لكن حرف نصب واستدراك، الجيل اسم لكن منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. الكلمة الثالثة وهي عامل، نقرأ ما قبلها: سواء كان. إذا الألف للاستفهام، كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح واسمه مستتر، وعامل خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. الجملة الأخرى وهي أن يذهب. إذا أن المصدرية حرف نصب، يذهب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا وهذا هو الإعراب مكتوبا. إذا هذا هو الإعراب مكتوبا، تستطيع توقيف الفيديو وأن تقرأه. ننتقل إلى السؤال الأخير وهو الوضعية الإدماجية. كثرت وتنوعت وسائل الإعلام في هذا العصر، ويبقى الكتاب الصديق الذي يخلص لنا النصح ويعطينا المعرفة. تعليم: أنتج نصا لا يقل عن 10 أسطر تبين فيه مكانة الكتاب بين وسائل الإعلام وأهميته في تغذية العقول موظفا استعارة. إذن المطلوب وهو أن تتكلم عن الكتاب وعن مكانته وكيف يتعلم منه الناس صغارا وكبارا، وأن توظف استعارة. إذن إلى هنا ينتهي هذا التسجيل معكم. أتمنى من المتابعين الكرام والمتابعات الكريمات أن ينشروا هذا التسجيل من أجل نفع غيرهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.